السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نبدأ بدراسة الدرس الثاني من الفصل الثالث المختص بدراسة العدسات المحدبة والمقعرة. أولا، ما هي العدسة؟ وما هي وظائفها أو الفائدة منها؟ العدسة عبارة عن جسم شفاف، جسم شفاف من بلاستيك أو زجاج، له وجهين كرويين، والعدسات تنقسم إلى نوعين. طبعا العدسات معروف إنه من تطبيقاتها كل الأجهزة تقريبا البصرية تحتوي على عدسات، تلسكوبات، الكاميرات، المناظير، كل الأجهزة الموجودة على الميكروسكوبات تحتوي على عدسات. العدسات تنقسم إلى نوعين، عدسة محدبة وعدسة مقعرة. والعدسة المحدبة أنواع والعدسة المقعرة أنواع، ولكن لتبسيط الأمر نعرف العدسة المحدبة بشكلها البسيط، وهي عبارة عن جسم شفاف كما ذكرنا سابقا. تمتاز العدسة المحدبة بأنها سميكة في الوسط ورفيعة في الطرفين كما يبدو من الشكل. لاحظ عند هذا الطرف رفيعة، يعني هذا الطرف في الوسط نلاحظ أنها تمتاز بأنها سميكة. الأولى هذه عدسة محدبة، والعدسة المحدبة من خصائصها في كسر الأشعة أنها تكسر الأشعة متجمعة، ولهذا السبب يسموها العدسة اللامة أو المجمعة، لامة للأشعة. النوع الثاني اللي هو العدسة المقعرة، والعدسة المقعرة سميكة في الأطراف ورفيعة في الوسط. وتمتاز العدسة المقعرة بأن من خصائصها في كسر الأشعة الضوئية أنها تكسر الأشعة متفرقة، ولهذا تسمى بالعدسة المفرقة. هناك ممكن نقول عدسة لامة أو مجمعة، أما بالنسبة للعدسة المقعرة تسمى العدسة المفرقة. ويحكم العلاقات بين بعد الصورة وبعد الجسم والبعد البؤري معادلتين، اللي هي المعادلة الأولى اسمها معادلة العدسة الرقيقة، معادلة العدسة الرقيقة، والمعادلة الثانية هي معادلة التكبير أو الموديفيكيشن. معادلة العدسة الرقيقة هي علاقة رياضية تجمع بين البعد البؤري وبعد الصورة image وبعد الجسم object، ويقرأ المعادلة كالآتي: مقلوب البعد البؤري للعدسة الكروية، مقلوب البعد البؤري يساوي حاصل جمع مقلوب بعد الصورة ومقلوب بعد الجسم عن العدسة. أما بالنسبة للتكبير، التكبير اللي هو m يساوي طول الصورة، طول الصورة، و HO طول الجسم، هي نسبة طول الصورة إلى طول الجسم، أو سالب بعد الصورة على بعد الجسم. وعندنا هنا الـ F قلنا البعد البؤري، و DI بعد الصورة، و DO بعد الجسم، مع ملاحظة قانون الإشارات. يعني بالنسبة للعدسة المحدبة تشبه في المرايات المراية المقعرة حتى في خصائص الصورة، تعتمد نوع الصورة وبعدها على بعد الجسم، تعتمد على بعد الجسم. خصائص الصورة إذا كان حقيقية أو مقلوبة، مصغرة أو مكبرة، تعتمد على بعد الجسم. أما في العدسة المقعرة، العدسة المقعرة خواص الصورة فيها واحدة، تكون صورة خيالية فقط. العدسة المقعرة
تكون صورة خيالية فقط مصغرة معتدلة وهمية. طيب الإشارة السالبة في قانون التكبير، إذا كان التكبير بالموجب فهذا يعني أن الصورة مقلوبة، M موجب معناها إيش؟ صورة مقلوبة حقيقية مقلوبة. ونحن ذكرنا أنه أي حقيقية مقلوبة. وإذا كان التكبير بالسالب سوري إذا كان بالموجب وهمية معتدلة، وهمية معتدلة إذا كان التكبير بالموجب، وإذا كان بالسالب معناها حقيقية مقلوبة مقلوبة. انتبه لهذه النقطة. يعرف تكبير عدسة كروية لجسم ما بأنه نسبة طول الصورة اللي هو الـ HI إلى طول الجسم اللي هو الـ HO، ويساوي أيضا سالب بعد الصورة عن العدسة، سالب بعد الصورة عن العدسة مقسوما على بعد الجسم عن العدسة، بعد الصورة عن العدسة على بعد الجسم عن العدسة. يعني ممكن بدلالة طول الصورة على طول الجسم، ويمكن بدلالة بعد الصورة على بعد الجسم. طيب من خصائص العدسات الكروية من ناحية البعد البؤري وبعد الجسم وبعد الصورة ونوع الصورة وتكبيرها وكذا، بالنسبة للعدسة المحدبة اللي هو قلنا تشبه المرآة المقعرة تماما، والعدسة المقعرة تشبه المرآة المحدبة. بالنسبة لبعدها البؤري بالموجب، انتبه بعدها البؤري بالموجب، العدسة المقعرة بعدها بإيش؟ بالسالب. بعد الجسم إذا كان أكبر من ضعف البعد البؤري تتكون صورة بين البؤرة وضعف البعد البؤري، يعني بين البعد البؤري وضعف البعد البؤري. وإذا كان بعد الجسم أقل من ضعف البعد البؤري وأكبر من البعد البؤري تتكون صورة على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري. وإذا كان بعد البؤرة يعني الجسم يقع بين العدسة والبعد البؤري يعني أكبر من صفر وأقل من F، في هذه الحالة تكون لاحظ هنا عندنا الخطين دلالة على القيمة المطلقة لبعد الجسم الصورة، بعد الصورة يكون أكبر من بعد الجسم سالب. في الحالة الأولى إذا كان بعد الجسم أكبر من ضعف البعد البؤري تتكون الصورة على بعد أكبر من البعد البؤري أو أقل من ضعف البعد البؤري، تكون الصورة مصغرة مقلوبة من ناحية التكبير وتكون الصورة حقيقية. أكبر من البعد البؤري وأقل من ضعف البعد البؤري يكون الصورة على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري تكون مكبرة مقلوبة حقيقية. هذه عكس هذه تماما. إذا كان الجسم بين العدسة والبؤرة يعني على بعد أكبر من صفر وبعد الجسم وأقل من البعد البؤري تكون DI سالب، وفي الحالة دي تكون الصورة مكبرة لكنها وهمية. هذه الصورة الوحيدة الوهمية في العدسة المحدبة، متى؟ إذا كان الجسم يقع بين البؤرة والعدسة، إذا كان الجسم يقع بين البؤرة والعدسة. طيب بالنسبة للمقعر بعدها البؤري قلنا السالب، بعد الجسم أي بعد أكبر من صفر تتكون صورة بعدها أقل من البعد البؤري كقيمة مطلقة بغض النظر عن الإشارة السالبة، وأكبر من الصفر وتكون إشارة بعد الصورة بالسالب، وتكون الفرق بين الصورة الوهمية في العدسة المقعرة والعدسة المحدبة فقط إنه في هذه الحالة مصغرة في هذه الحالة مكبرة. طبعا نفس الخصائص قلنا متشابهة، العدسة المحدبة مع العدسة المراية المقعرة نفس الخصائص، نفس الجدول مر علينا في المرايات وهو نفسه، بس ممكن نشيل المراية المقعرة ونحط بدلها العدسة المحدبة، وممكن نشيل المراية المحدبة ونضع بدلها العدسة المقعرة، مع اختلاف واحد بين المرايات والعدسات انه المرايات تكون الصور بالانعكاس والعدسات تكون الصور بالانكسار، هناك تستخدم خاصية الانعكاس، أما في هذه الحالة تستخدم خاصية الانكسار، لكن خصائص الصورة واحدة في العدسة المحدبة والمقعرة، وواحدة في المقعرة العدسة المقعرة والمرآة المحدبة. في نقطة ثانية
اللي هي إنه العدسات تمتاز ببؤرتين. لماذا؟ لأن لها وجهين كاسرين، يعني الأشعة في العدسة المحدبة ممكن تسقط من اليمين وممكن تسقط من اليسار، وبالتالي في هذا الجانب توجد بؤرة وفي هذا الجانب أيضا توجد بؤرة، هنالك بؤرتان. أما المرايات لأن لها وجه عاكس واحد وبالتالي لها بؤرة واحدة، بؤرة واحدة. أما العدسات فلها بؤرتان. طيب، بالنسبة لنظام الإشارات أو عند استخدام معادلتي العدسات، عندنا نظام للإشارات. واحد، البعد البؤري للعدسة المحدبة موجبا اثنين، البعد البؤري للعدسة المقعرة سالبا هنا في ملحوظات أخرى. الملحوظة الأولى، البعد البؤري هو كما عرفنا في المرايات المسافة بين المستوى، أهو ده المستوى، حنتعامل مع المراية كمستوى بين المستوى الأساسي للعدسة والبؤرة. الحاجة الثانية اللي هو الصورة الوهمية في نفس جانب الجسم عكس المرايات، الصورة الوهمية في الجهة الأخرى من المرآة، والصورة الحقيقية، الصورة الحقيقية في الجهة الأخرى للعدسة. وأخيرا يعتمد البعد البؤري في العدسات، هناك يعتمد على التكور في المرايات، لكن في المرايات على الشكل الهندسي اللي هو شكل العدسة، يعني مدى تحدبها ومعامل انكسار المادة. هذا جديد، ده العامل الثاني، معامل انكسار مادتها. هل معامل انكسار 1.52، 1.5، 1 حسب نوع العدسة. طيب، بالنسبة للعدسة المحدبة والصور الحقيقية، ذكرنا أن العدسة المحدبة تكون نوعين من الصور، اللي هي صورة حقيقية وصورة وهمية. متى تتكون الصورة الحقيقية؟ إذا كان تتكون إذا كان بعد الجسم أكبر من البعد البؤري، يعني دي او أكبر من اف. طيب، بالنسبة للأشعة، نحن عندنا شعاعين مهمين جدا، الأشعة واحد، الأشعة الساقطة موازية للمحور الأساس أو الرئيس
تنكسر مارة بالبؤرة في العدسة المحدبة، واثنين الشعاع العكس خاصية عكسية الضوء، الأشعة الساقطة مارة بالبؤرة لأن البؤرة حقيقية في هذه الحالة، ينكسر موازن للمحور الرئيس، يعني الأول خواصه عكس الثاني. طيب نستفيد من هذه الخصائص في عمل مخطط الأشعة من الشعاعين هؤلاء. بالنسبة للأجسام البعيدة نعتبر الأشعة ساقطة منها موازية للمحور الأساسي، هذا المحور الأساسي أو المحور الرئيس، هذا الخط هو المحور الرئيس، يمر بمركز العدسة ويمر بالبؤرة بالبعد لاحظ هنا في بؤرتين، بؤرة في اليمين وبؤرة في اليسار، بؤرة F بعدهم واحد طبعا من العدسة. نلاحظ بالنسبة للجسم في ما لا نهاية أو البعيد تنكسر الأشعة مارة بالبؤرة، ومن هنا ممكن نعرف البؤرة بأنها النقطة التي تمر بها الأشعة الساقطة موازية للمحور الأساسي. طيب بالنسبة لتكوين الصورة عادة نستخدم شعاعين من أعلى على الجسم، الشعاع الأول الشعاع من أعلى الجسم موازي للمحور الأساسي، وذكرنا أنه من خصائصه ينكسر مار بالبؤرة. الشعاع الثاني من أعلى الجسم أيضا من نفس النقطة مار بالبؤرة، ينكسر موازي للعدسة، فتتقاطع الأشعة المنكسرة مكونة صورة حقيقية مقلوبة، مكونة صورة حقيقية مقلوبة، وهذا متى؟ مصغرة طبعا لأن الجسم على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري، تتكون الصورة على بعد بين البؤرة وضعف البعد البؤري. إذا كان الجسم على بعد يساوي ضعف البعد البؤري، ما ننسى نرجع مرة ثانية، دي في حالة أن الجسم بعيد يعني ما لا نهاية زي الشمس مثلا، أشعة الشمس هنا الجسم دي او أكبر من 2F، الصورة دي اي تكون على بعد أكبر من F وأقل من 2F، جسم الصورة دي الحالة الثانية. أما الحالة الأولى الجسم دي أو ما لا نهاية بعيد، الحالة الثانية اللي هو إذا كان الجسم عند ضعف البعد البؤري، ناخذ شعاع من أعلى الجسم موازي ينكسر مار بالبؤرة، ناخذ شعاع من أعلى الجسم مار بالبؤرة ينكسر موازي، تتقاطع الأشعة مكونة صورة على بعد ضعف البعد البؤري. يعني إذا كان دي أو يساوي 2F دي اي يساوي 2F، وهنا تكون الصورة، هنا ما ذكرنا خصائص الصورة، هنا حقيقية مقلوبة مصغرة، وهنا حقيقية مقلوبة مصغرة جدا. الحالة الثانية تكون حقيقية مقلوبة مساوية للجسم لأن بعدها يساوي بعد الجسم، مساوية للجسم.